السلام عليكم متابعي الافاضل. اولا اقدم تعازي الحاره لكل الاسر المنكوبه في اقليم الحوز ببلدنا الحبيب المغرب. قلوبنا حقيقه معهم، وجداننا وفكرنا، نعم، لاننا مرينا بتجربه نفس التجربه وحسينا بعظمه النكبه وقوه الزلزال. نعم حسينا باخواننا، لاننا حسينا بالخوف والرعب والفتنه، يعني بتنا في الخارج خارج منازلنا. الحمد لله على لطف الله. كل هاد الاحاسيس اللي يمكن واللي ما يمكنش يتصورها الانسان مرينا بها في لحظات صغيره جدا، وما بال الناس اللي يعني حسات بهاد الاحاسيس، الخوف والرعب والفتنه والعديد من هاد الاحاسيس هذه من هاد النوع هذه، وهي الان منكوبه ومكلومه بدون أي شيء، عندها فقط الله. لكن الحمد لله رب ضارة نافعة. التضامن اللي حاصل الآن هو رائع، لكن اللي مطلوب منا هو التضامن يكون تضامن ذكي، تضامن اللي وصل لإعانة في محلها، لأن كل إعانة، كل جزء من إعانة محتاجين له في محله، وإلا غيكون هذا التضامن يعني فقط نظري. نعم معروف علينا التضامن والتآزر والتآخي والمواساة، لكن وجب في هذه اللحظة بالضبط بأننا نفكره يعني بذكاء، ويكون تضامن بذكاء بإذن الله. نفكره ونزيده من التضامن ديالنا بشكل يكون دقيق ومنظم. ونفكروا لو كنا احنا مكانهم يوتامين شو تنبر، لو كنا احنا بدون مأوى في العراء، لو كنا احنا او اولادنا يعني صبحوا بدون اب او ام. اعرف انكم متضامنين كلكم بالقليل او الكثير، لكن توجد نداءات كثيرة من دواوير التي لم تشملها بعد التغطية الاعلامية، دواوير نائية في هذه الفترة بالضبط، تحتاج إلى إعانات تكون وتوصل في محلها. لذلك يجب نفكره ألف مرة قبل من نرسله أي إعانة، أو نبغيه يعني شخصيا نعمله إعانة يعني فورية وبشرية وذاتية. هذا الفيديو ديال اليوم بغيت يعني بشكل إنساني وبشكل شخصي يعني نساهمه في إطار أو عند جهات موثوق منا. ومن بين هاد الجهات كاينة جمعية اللي كنتعاملوا معها، جمعية موثوق منا، عندها خبرة، عندها تاريخ يعني، ولمسنا فيها المصداقية في العديد من المناسبات. مطلوب منا إعانة بنظام وتنسيق، والجمعيات وهاد النوع من الجهات هي اللي كتقدر تقوم بهذا الدور هذا لانها عندها الخبره. من بين هاد الجمعيات ادعوكم للتفاعل مع حمليه التبرع اللي بداتها هاد الجمعيه، اللي غنعطيكم التفاصيل ديالها في صندوق الوصف باذن الله. انطلقت اول دفعه من هاد الحملات، واللي كتحرص بانها الحمله ديال التبرع ديالها يعني عندها كل يعني التراخيص، بانها كتوصلها بنفسها وكتشوف يعني المنطقه المنكوبه، وكتسهر على بان الاعانه ديال المتبرعين توصل في محلها. يعني ماشي فقط كيوصلوها في الطريق وكيخليوها، لا، كيدخلوا الجمعيه، كتدخل كيكونوا متبرعين، كيكونوا محسنين، كيكونوا اشخاص اللي سواء منخرطين او غير منخرطين كيتبرعوا، ولكن كل الاشياء كتكون مقننه ويعني منظمه. هذا هو الشيء الجميل اللي عجبني في هذه الجمعيه. ولذلك قلت في الاول محتاجين تضامن ذكي وتضامن بنظام، لان كل لو يعني يعني اي حاجه صغيره يعني ما تجيش لكم على بال، غطاء او حتى يعني حبه تمر او حبه لوز او جوز او كيس صغير من الارز او البقوليات، الى ما وصلتش لهاد الناس راه كاينه نداءات، الناس كتموت بالجوع، خصوصا الاطفال، بكاء في العراء يعني بدون مأوى، كلاب، صراخ. يعني كما قلت لكم احنا فقط جربنا ليله وحده خارج منازلنا،
ليله وحده مع اطفالنا اللي كانوا كيبكيو مرعوبين خايفين، وحنا كنا لله الحمد كنا بجانبهم، يعني كنواسيوهم وكنطلبوا منهم بانهم يدعيو، يعني كنوعيوهم وكنخليوهم يستخلصوا العبره من هذه التجربه هذه. ما بالك هاد الاطفال المساكن اللي يقدروا يكونوا بدون ام او بدون اب او بدونهم معا، يعني لذلك مطلوب التضامن، يكون تضامن في محله بوعي وبفكر، يعني يعني نعم كندافعوا بالاحاسيس ديالنا انا اولهم، ولكن يجب هاد الاعانه تكون يعني بتفكير ونعرفوا لمن كنصيفطوا الاعانه، والا غتكون اعانه فقط يعني في الهواء. وهاد الناس ما محتاجينش يعني فقط كلام، محتاجين فعل، لنكون حنا الامل ديالهم، لنكون حنا الحل ديالهم، ولكن يكون حل ذكي باذن الله. من بين النداءات اللي كاينه من دواوير في جماعه إيميندونيت يعني اسم بربري، اللي كيشمل دوارين إقلوان ودوار ثمن غاست. الاعانات اللي كتوصل لهم كتوصل فقط لدوار اداسي، اللي من بين الاشياء اللي توصلنا بها لانها يعني موجوده على الخريطه ولا زالت التغطيه الاعلاميه لم تشملها. هي في جبال، كاين بعض الاشخاص اللي كيتعرضوا للشاحنات اللي كتوصل يعني بشكل سواء منظم او غير منظم. لذلك قلت لكم الحرص بان يكون التضامن والاعانه تعطى الناس اللي يعني موثوق منهم وعندهم خبره في هذه الاشياء هذه، لان توصل الاعانه هذا هو اللي خصنا. هاد النداءات هذه يعني فيها نساء اطفال في العراء بدون خيام، البرد قارس، الكلاب، جوع، يعني نخليكم تصوروا لانني عشت هذه الحاله في ليله وحده بدون اي شيء، نسينا كل شيء، نسينا الماء، نسينا كل شيء، بقينا فقط متخوفين لا تكون يعني هزه ثانيه، كانت هزه يعني 4.8، متخوفين لا تكون هزه اخرى. الاطفال مرعوبين، يعني كنا فقط مركزين اننا نحاولوا نضبطوا الاعصاب ديال الاطفال، اطفالنا واطفال الجيران، يعني هذا كانت هي المهمه الاولى. وكان برد، يعني كنا كان بامكان المنازل كانت غير يعني الحمد لله ما سقطاتش، يعني كان الواحد كيقدر يخطف خطفه يجيب يعني فراش، يجيب اي حاجه، كرسي يتغطى به، يقدر يجيب قاروره ماء بسرعه، يعني بواحد يعني لان الخوف مازال والعله مازال، يعني فقط الناس كانت كتدخل بسرعه وتجي تجيب اللي قدات عليه وتجي، ما بالك هاد الناس اللي ما عندهم ولا شيء. لذلك حنا كنحسوا بهم، واي تبرع خصو يوصل في وقته في محله، ماشي يعني فقط يعني نتبرعوا ندافعوا ونشريوا 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 وتا حاجه ما توصل. نتبرعوا نعم، نعطيو فلوس، ولكن الناس والجهات المسؤوله المخصصه بهذه الاشياء هذه، يعني كخلاصه نتبرعوا الجمعيات الموثوق بها. وهنا كنحتاجوا يعني تفاعلكم من بين هذه الجمعيات، يعني كاينين جمعيات اخرى، ولكن انا تفاعلنا يعني تقاسمت معكم الجمعيه اللي كنتعاملوا معها، ومطلوب يعني تفاعلوا باي حاجه عندنا، اي حاجه عندنا في الدار، يعني الاشياء اللي واقفين عليها الناس دابا هو الغطاء، يعني كاين الناس باغا تشري الغطاء ولكن ما بقاش في السوق، ما كاينش حتى في المعامل، يعني اللي عنده غطاء قديم عنده او مزيد من الغطاء اللي عنده في الاسره ديالو يعني يتبرع به لمقر الجمعيه. التفاصيل كلها كاينه في صندوق الوصف، وهما كيتكلفوا بانهم راه كيصوروا جميع الاشياء يعني خطوه بخطوه، وكاينه الشفافيه وكاينه المصداقيه. ان شاء الله الى كتبينا غنكونوا معاهم ان شاء الله في رحله من الرحلات باذن الله، وغنصوروا ان شاء الله كل شيء باذن الله. كذلك نفكروا في اشياء اللي تقدر يعني هي الضرورية من الضرورية وتكون مختلفة، يعني جميع الناس كتشري حليب، جبن، هاد الأشياء هاد يعني الكلاسيكية، نفكروا في أشياء أكثر اللي تقدر يعني تصبر، مثل الأرز، مثل الطونة، الطونة يعني في هاد الظرفية هادي مسموح بالطونة، أقل ضرر، نعطيوها للناس، نعطيو للناس التمر، لوز، جوز، اللي قدر تعطي تعطي تمر ولوز وجوز، أشياء ما كتفسدش، وكتعطيهم طاقة، الناس في البرد يعني خاصهم طاقة، البسكويت، البسكوتات ما غتعطيهمش طاقة، الناس راهم في البرد، يعني لذلك قلت تكون إعانة، إعانة بذكاء بإذن الله، نعطيهم بقوليات، محتاجين بقوليات، نعطيهم أشياء باش يطبخوا، يعني ما كاينش، الناس راها في العراء. خيام كذلك كاين خصص في الخيام، كاين خصص في الاشياء اللي خصهم يطهيو فيها، خاصهم كذلك الاضاءه،
ما عرفتش واش الناس فكرات في الاضاءه ولا لا، يعني نفكروا في داك لي الكتروجين جروب. الجروب الكتروجين يعني كيسوا تقريبا كنظن الثمن ديالو 3000 درهم يعني 300 دولار. الناس اللي قدات كذلك سواء تبرع بالفلوس او تشريه وتصيفطوا لمقر الاقامه، مقر ديال الجمعيه في الدار البيضاء في الولفه. والناس اللي ما عندها اي شيء يعني دائما الناس كتبغي تعاون، كاين اللي ما عندوش يعني كيبغي يعاون، يعني بالتعاون يعني الذاتي والشخصي والجسدي نعم مزيان كلنا بغينا نديروه، ولكن هذا النوع من الاعانات الا ما كانش يعني في اطار مقنن ومنظم غادي يصبح عرقله على الناس اللي كتقوم بالاغاثه والاستغاثه والاعانه، والاعانات ما غتوصلش للناس، غتوقع عرقله، غيوقع تدافع في الطرقات، والناس ما عارفاش يعني وصل حتى الخريطه ديال الطرق راها تغيرات، وبالتالي غيصبح يعني تدافع وعرقله. ولذلك كندعوكم بان الا بغى شي حد الا حب يقوم بتبرع يعني إعانة جسدية، من الأفضل يتصلوا بالجمعيات ومن بين هذه الجمعية هذه، لأنهم عندهم بلانين دايرين سكيديول برنامج ديال فوقاش كتخرج الإعانات والناس محتاجين بطبيعة الحال المساعدات حتى يعني نقلوا أو نفرغوا الشاحنات، ولذلك نتصلوا بهاد الجمعيات ومن بين هذه الجمعية هذه نتصلوا بهم، هما يعني كيعطيو فوقاش يعني غتكون يعني الخرجات الثانيه والثالثه، لان كاينه خرجات عده خرجات. انا كذلك وضعت يعني الطلب ديالي باش نخرج ان شاء الله معهم، لذلك نتصلوا بهم يعني ما نخرجوش خرجات فرديه وشخصيه. قلوبنا مره اخرى مع الناس لاننا محسينا ومرينا بنفس الظروف اللي مروا بها قبل يعني وقوع يعني ما توقع الكارثه، ويكونوا ضحايا سواء جسدية بشرية أو مادية. حسينا يعني بالأحاسيس راح نحسينا بها ومرينا بها في ليلة واحدة، ولكن ليست نفس الظروف. فقط نفكروا في الليلة اللي قضيناها خارج المنازل ديالنا برعب، أو حتى الناس اللي بقت في المنازل كان رعب كان خوف، خاصة بالنسبة للأطفال، لنكون حنا جزء من الأمان لهاد الناس إن شاء الله، وجزء من الأمان والأمان بإذن الله، لنكن إحنا جزء من التعاون والإعانة لكن بذكاء. مرة أخرى تعازينا وقلوبنا مع الناس، وشكرا لكم مسبقا على التفاعل.